the physical implementation. راح اخذ انا هون electrical components. بتطلع اول شيء على خلينا نطلع اول شيء على جيم. مر عليكم هذا السيستم ايش هاد؟ اوب عم بعمل فيه امبليفيكيشن اه مش هيك؟ قديش قيمة الامبليفيكيشن راح تكون؟ R1 على R2 او R1 على R2 حسب ما انت مسميهم اه طبعا هذا بده اشياء ثانية لازم احط له هون مقاومة حتى تعمل الايكولايزيشن للريزيستنس بس لو اخذناه بهذا الشكل وراح اعمل الماينس لانه الجين الحقيقة هو هون بس اشارة الماينس بقدر اتخلص منها بقدر ارد اضرب في ماينس مرة ثانية فكي عندي هون شو بيساوي؟ R1 على R2 والجين هون راح يكون 20 لوج جين بيساوي 20 لوج R1 على R2 فهذا كونستنت واذا ضربت اي شيء في كي راح ارفعه بهذا المقدار مش هيك مزبوط اذا كان هذا مثلا واحد ما فيش عندي امبليفيكيشن بكون بس عماله بضرب في واحد طيب لو اخذنا انتجريتر ايش شكل الانتجريتر؟ راح يكون عندي هون كاباسيتر هنا هون ريزيستر هذا عندي هون في ان هذا في اوت هذا سي هذا ار وراح ارد اعمل اشاره راح اعمل اشاره الماينس وراح اعمل اشاره الماينس هذا هون عماله بعطيني انتجريشن فعمل انتجريشن للانبوت فولتج من هون والاوتبوت فولتج هو انتجريشن للانبوت فولتج لو بدي اخذه بنفس الطريقه زد 1 على زد 2 فزد عندي هون 1 على جي اوميجا سي راح تكون على على ار مش هيك؟ وتساوي 1 على جي اوميجا ار سي. وراح احط هون مثلا راح احط اوميجا بتساوي 1 على ار سي. ها؟ فبتصير عندي هذه تساوي 1 على جي اوميجا على اوميجا نوت. اوكي؟ هلا طلعوا لي هاي، جي ايش بتساوي من ناحيه الدرجات؟ بس 1 على جي شو بتصير؟ ماينس 9. إذا هون في عندي راح يكون هذا النتورك لو فكرت فيه الآن كبودي بلوت ودخلت له فريكونسيز ساينوسويدال فريكونسي بديت استنى ليصير في عندي راح تصير عندي ثيتا كونستنت وتساوي ماينس 90 ديجريز طيب وهون هذا ايش بتناسب؟ احنا اجينست وات وي بلوتينج اجينست ايش راح نعمل البلوت؟ البودي بلوت اجينست فريكونسي هاي الفريكونسي هون بس عندي 1 على الفريكونسي شو راح يكون الخط طالع طلوع نازل نزول ولا كونستنت؟ بده ينزل نزول لانه كل ما زاد الفريكونسي 1 على الفريكونسي بصير بس هذا راح يطلع خط مستقيم ليش راح يطلع خط مستقيم؟ لانه ماخذ لوج تمام فراح يصير عندي هلا الجين والفيز بلوت لهذا اللي هو انتجريتر هاي اذا عندي اوميجا هون اظن راح يكون ماينس 20 دي بي بير ديكيد الديكيدز هون اللي هي ضربت فيه 10 وعندي هون الزاويه راح تضلها ناقص 90 فاذا كانت هاي 0 ناقص 45 ناقص 90 ضربت الزاويه من هون كونستنت هذه اوميجا هذا الفيز هذا هون الجين وبقدر اقول انه عندي الزيرو دي بي عندي الزيرو دي بي اوميجا بدها تساوي اوميجا هون بتساوي 1 على ار سي اوكي مضبوط تمام نازل نزول فهذا هذا انتجريتر مش لو باس فلتر بقدرش اسميه لو باس فلتر هلا بنشوف لو باس فلتر بشكل اصح اوكي ماشي الكل واضح هاي ليش هذا انتجريتر او ليش هذا البلوت تبعه بهذا الشكل طيب ناخذ كومبوننتس ثانيه